لا هيدي اللقطات مش من الأرشيف. وإيه بنص شباط الناس بلشت تنزل على البحر، فبما أنه الشتاء توقف والحرارة ارتفعت ما في شي بيمنع أنه يعوضوا عن رياضة التزلج برياضة السباحة. No, it's not cold. Everyone's swimming. My whole family was in the water. I like swimming. مش ضروري ناخد كل شي نيجاتيف. في أوقات بتساب أنه بيكون طقس حلو بنستفيد من هالشي. We're very happy for us to be able to be here, but it's worrying actually for the country. And I also feel sorry for the ski industry, by the way. That's another industry that I think is really going to suffer. وبالوقت اللي منتجعات التزلج عم تسكر بوابها، المنتجعات الصيفية عم بتفكر تفتح بكير. أول أذار بدل أول نيسان. إذا الطقس بقي هيك، حتى لما كان في أليكسا كان في عالم عمل تجي، نحن فاتحين على طول. يمكن لأول مرة من فترة طويلة كتير رح نقول شمينا ريحة الصيف بشباط، ولكن هل معقول نوصل ليوم ويسرق الطقس الصيفي كل أشهر الشتاء؟ وهونيك الكارثة.